واحد النقابه بغات دابا تتكى عليا بعدا بغات تعلي الميته مع الصحفيين الصحفيات المغاربه. انا ما عندي ما حتى شي مشكله، انا عندي مشكل مع شي منابر، عندي مشكل مع هاد النقابه، النقابه اللي ما قد كتصلح لوالو. ما عمري بغيت ندخل فهاد النقابه. دوك النقابه كان في ديك الوقت كان عندها واحد القيمه كبيره كبيره في لاماب، كان عندها ممثلين نقابيين في لاماب، واحد منهم هو ديك سعيد إد حسن اللي كان داعني في اسبانيا، وكان في ديك الوقت عندها هي الحق ياك باش تعيد الناس ديالها، ممثلين ديالها بحال وقع في 2004 ممثلين ديال النقابه في لاماب، كلشي خرجوا للخارج كلشي. دونك في ديك الوقت كان عندها هاد النقابه كان عندها هاد الصلاحيه باش المدير العام هو اللي كيعين، لا هو اللي كيعين هو اللي كيسني، لا النقابه هي اللي كتقول. ديك الوقت محمد الخباشي ما سميتوش الخباشي، سميتو الخباشي كتقول له غتعين هذا وتعين هذا وتعين هذا وتعين هذا، وهذا اللي كتقول هذا وهذا وهذا كاملين الممثلين ديالها ولا معاها في النقابه. دونك ملي جا اللي وقع ديك المشكل ديال 2009 ملي جاو على محمد الخباشي، كان مشى لغاينا، هذه واحد القصه طويله هذه، وحتى هما عاود فوق في المخزن الفوق جبروا بيا السبه ديك المحاكمات اللي خسرت لاماب، اللي خسروا الملاينة لاماب، خسرت الملاين في ديك المحاكم ضدي، وساسو محمد الخباشي جاو عليه وحطو في بلاصتو. شكون حطو في بلاصتو؟ علي بوزرده. خصكم تفهم واحد القضيه، علاش دابا كاين واحد الصراع كبير بين لاماب اللي كيترأسها خليل هاشمي و النقابه اللي كيترأسها عبد الله البقالي. هي في الوقت ديال محمد الخباشي اللي كانت كتحكم في لاماب هي رجيد، هما المخابرات ديال محمد ياسين المنصوري. ملي جاو على محمد الخباشي وجابوا علي بوزرده، علي بوزرده باش يدلا تزيد، علي بوزرده تابع لفؤاد علي الهمه. في 2009 من 2009 لاماب كتحكم عليها فؤاد علي الهمه، ديك المستشار ديال الملك، ما بقاتش كتحكم فيها لا تزيد. وملي مشى بحالو علي بوزرده حطو في بلاصتو شكون؟ الرئيس الحالي، المدير العام الحالي هو خليل الهاشمي الإدريسي، وخليل الهاشمي الإدريسي محسوب من الناس ديال فؤاد علي الهمة. وملي جا خليل الهاشمي الإدريسي قال لهم مابقاش تحكم لي أنا النقابة في هاد لاماب، وعمل واحد الانتخابات سما في لاماب، والنقابة ما جابت ممثل واحد، ما عندهاش دابا النقابة دابا ما عندها ممثل واحد في نقابي في لاماب، حتى واحد. النقابه اللي كانت كتحكم في لاماب ملي جا هاد خليل الهاشمي الادريسي عمل لهم هكذا وهكذا 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 وجا عليها من لاماب. هاد النقابه اللي كتعطيني دروس اخلاقيه المهنه كانت كتعمل محسوبيه كليونتيليزم، دخل معايا في النقابه وغتمشي، ولا كنتي في لاماب غادي يديوك للخارج وهذا وهذا. هادشي ماشي كنقولو انا، هذا المدير ديال لاماب كيتهم النقابة بمحسوبية، وكيقول له ديك الوقت اللي كنتي كتعين المراسلين ديالنا في الخارج انتهى ما بقاش طافي، انتيا ما عندكش ممثل واحد نقابي، ما نجحتيش في ديك الانتخابات. دونك النقابة عندها مشكل مع لاماب، فهمتي؟ ملي جا فؤاد علي الهمة، فؤاد علي الهمة هو اللي كيتحكم في محمد خليل الهاشمي، سيدي اللي الفقه ديال الهاشمي هو ماشي ديك الوزير، ماشي الوزير اتصال، هو فؤاد علي الهمة. دونك 2009 جراو على لاتجيد من لاماب، النقابة مات للحوت، فهمتي؟ ودوك دابا كتقلب، هيا هنا غنهجم على المغرب باش نرجع في شي بلاصة، أنا كيبان لي ما ترجع حتى شي بلاصة. هادشي اللي كاين واحد الصراع بيناتهم، ملي عملت النقابة واحد التقرير ضد لاماب، وكيفاش جاوبت هذيك لاماب، كيفاش جاوب المدير العام لاماب، قال لهم هذا التقرير ديالكم مليء بالافتراءات والاكاذيب والمغالطات. ما شتي
ايوا حتى نتوما كتعملوا الاكاذيب، نتوما كتهموني انا النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه بالاكاذيب. واو 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 حتى نتوما كيتهموكم بالاكاذيب حتى نتوما. دابا نتوما هاد السرع اللي عندكم مع لا ماب دابا ديك باغين دابا تهجموا عليا انا باش كتعطوكم واحد القيمه، نتوما مابقى عندكم قيمه سي فيني صافي صافي. دابا خصو يجي واحد الجيل جديد باش يحاول يجمع ديك الصحفيات والصحفيين اللي كتقولوا نتوما كتمثلوهم، نتوما ما كتمثلوا حتى شي واحد، ما كتمثلوا ديك الناس ديالكم وصافي. نتوما ما عندكم ممثل واحد في لاباب، ممثل واحد 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 ما عندكمش. شنو هي عندكم شي مشكل ديال المصداقيه؟ نتوما ما قلتوش الانتخابات اللي كانوا في لاباب اللي ما بقاش عندكم حتى شي ممثل مزور، انا ما سمعتش، انا ما قيتش. كتقول لي انا عندي حسابات وانا كنشوف ملي جاوا عليكم من لاماب، انتم اللي عندكم حسابات مع لاماب، انتم اللي كتهجموا على لاماب كل نهار. هادشي اللي كيبان لي انا، ماشي انا، انا ما عندي حسابات مع حتى شي واحد. انا عندي مشكله مع النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، هجمت عليا انا باطل في 2005، عطاوها تعليمات باش غتهجم عليا هي ولاماب ديال ديك الوقت، هجموا عليا وتكسروا فهمتي هما وديك لاجد من الفوق. ودابا هي عندها حسابات معايا انا، علاش ما فهمتي بحال كنقولوا في تطوان على خطر المشماش. دابا غنتكلموا على ديك المواقع، ديك المنابر الوطنيه اللي كتدافع عليهم النقابه. هي عطات سميات، قلت لك هما هيسبريس، الدار، لو 360، برلمان، والعمق المغربي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، حنا نتكلموا على هاد المناور اللي قتلهم أنا سبيتهم. ماشي شوفوا الفيديو ولا شفتو ماشي سب ولا شي تجريح، هادشي كاين وقائع، كاين حقائق اللي كيجرحوكم بصح. كتقول قذف وتجريح، لا لا، تجرحتو بالحقائق وبالوقائع. غنبداو بديك هيسبريس. هيسبريس اللي حنا شفنا واحد الفيديو داز في هيسبريس، عملو استجواب مع محمد الحسيني كاغوط، ديك محامي ديال إدارة الأمن وديال وزارة الداخلية. وشنو كيقول فيه؟ أخلاقية المهنة، أخلاقية المهنة. كيقول فيه بأن ديك ولاد الضابطة وهيبة خرشاش اللي دابا هي منفيه في الولايات المتحده، كيقول لك ولادها عندها ولادها معوقين وسمحت فيهم. هذا كيقولها في ديك الاستجواب. هذه اخلاقيه المهنه هذه، وكيهضر على الزواج ديالها. اخلاقيه المهنه النقابه قضيه اخرى اللي كتبان اخلاقيه المهنه ديال هيسبريس، هي واحد المقال عملوه على ابو زعيطر. كتعرفوا ابو زعيطر الصديق ديال الملك، كاين مقالات هما عندي مجموعين كاملين هاجمين على ابو زعيطر. بعض المقالات مكتوبين بواحد الفرنسيه اللي باينه باشي ديال هيسبريس، وواحد المقال كيهدو ابو زعيطر. هاد هيسبريس كتهدد ابو زعيطر، واحد المقال ها هو شوفوه، كتقول فيه غادي يوقع لك بحال اللي وقع لراس بوتين. راس بوتين كان واحد السحار ما عرفناش، في 1916 كان مقرب من العائلة ديال التسار، وجات الحاشية ديال التسار، حد ولاد عمو الناس ديالو، الحاشية ديالو، وقتلو راس بوتين. ونهار اللي كيجي واحد الموقع مغربي كيقول لأبو زعيطر الصديق ديال الملك محمد السادس هادشي مكتوب، كيقول له انت غادي يوقع لك بحال اللي وقع لراس بوتين، هي زعما غادي تجي واحد الحاشيه ديال الملك وغادي تقتلك. اخلاقيه المهنه هادي. النيابه العامه ما حلت حتى شي تحقيق في هادشي، النيابه العامه المغربيه. وانا سمعت قالوا لي ما عرفت واش صحيح ولا لا، قال لك النيابه العامه الألمانية علاش أبو زعيطر عنده الجنسية الألمانية حلت واحد التحقيق في هذه القضية. هذا موقع مقرب
الناس ديال الفوق ياك كيهدد واحد المواطن مغربي صاحبو د المالك كيقول له غادي يوقع لك بحال راس بوتين، هي زعما غادي يقتلك حاشيه الملك غادي تقتلك، وما وقع والو. اخلاقيات المهنه هذه. نزيدوا واحد اخر، نتكلموا على برلمان. برلمان ما عنده علاقه مع المخابرات المغربيه، برلمان ما عنده حتى شي علاقه مع المخابرات المغربيه. هادشي اللي كتبغي دابا تقول لينا هاد النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه. علاش انا ملي كنقول برلمان عنده العلاقه مع المخابرات المغربيه كتقلقوا كتعملوا عليا بيان منابر الكترونيه وطنيه؟ النهار اللي كيكتب واحد الموقع مغربي كيقول لك هاد محمد الخباشي المؤسس والمدير ديال البرلمان جاسوس، نص جاسوس كاع كتبها اكزاكتوم، ما قلت والو. هاد النقابه هو لو ديسك، لو ديسك هذا واحد الموقع مغربي كاع سميتو لو ديسك بوان ام ا، مغربي هذا عندكم تما في المغرب. وكاع خرج الصوره ديال الخباشي والباترون ديالو، الشيف ديالو. شكون هو الشيف ديال الخباشي؟ هو محمد ياسين المنصوري، هو الشيف ديال المخابرات المغربيه لا جد. وكاع مكتوب، مكتوب كتابه بان السي الخباشي هو جزء من العالم السفلي لاجهزه المخابرات المغربيه. هادشي مكتوب عندكم تما في المغرب. علاش ما خلصتيش شي بيان ديال اخلاقيات المهنه؟ انا كنهضر معاك النقابه، علاش ما خلصتيش شي بيان على هادشي كلشي؟ ايوا نزيد زيد نزيدك عاود. هادي كاين واحد الجريده هضرت عليها في ديك الفيديوهات الصحافه المغربيه والمخابرات اللي قلقتكم بزاف، هو ديك العلاقات بين 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 السي سميتو الخباشي والمخابرات المغربيه. السيد كدير البالي زاد الفلوس، البالي زاد الفلوس كديها للخارج باش كيعطي السياسيين اجانب. هذه خرجت جريده سميتها الفاتو كوتيديانو. اش ما خرجتوش شي باين تقولوا هذا الشيء ماشي صحيح، قولوا هذا محمد الخباشي مدير ومؤسس برلمان رجل محترم وما عنده حتى شي علاقه مع المخابرات المغربيه، هذا شيء اكاذيب بحال هذوك المرابط، ما كيحتاج شي ادله. وكاين دابا واحد المحاكمه في ايطاليا على هذا الشيء هذا. يا واش ما مشيتو تسدو واحد اللافته ومشيو تدافعوا على على سميتو على محمد الخباشي في ايطاليا في روما، حدا شي محكمه تسمى في روما وتسدو تمشي حنان ريحاب وتدافع على على الزميل ديالها محمد الخباشي قدام شي محكمه تسمى في ايطاليا، اللي دابا كاين المحاكمه ديال 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 الخباشي مع الفاتو كوتيديانو. نتوما اللي باغيين تعملوا هادشي كلشي هما باغيين تكذبوا اكاذيب فبركه ديال ديك الوثائق ديال كريس كوليمان. ديك الوثائق ديال كريس كوليمان دازو في جوج المحاكم، في محكمه اسبانيه ومحكمه فرنسيه. ديك الوثائق ديال كريس كوليمان كان في يد واحد الخبير معروف دوليا كيقول لك هاد الوثائق هادو حقيقيين ماشي مزورين، خبير دولي. نتوما باغيين تكذبوا ديك الوثائق علاش؟ باسكو كاين واحد السميات اللي ما هضرتش عليهم انا اللي خاطئين بزاف. مشينا باش على هاد الصحافي وهذا هذا 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 مساكن كيقولوا فرنساويه دي بيكاسيت، كيمشيو ينقبوا هنا ونقبوا هنا. كاين واحد السميات في ديك الوثائق اللي هي خطيره بزاف. وشنو كيبينوا الوثائق ديال كريس كوليمان اللي كيضايقكم بزاف؟ هي ان المخابرات المغربيه تدخلها في المجتمع كامل، في النخبه. قبل حنا كنا كنعرفوا فهمتي السيرة وهذاك هذاك ديك الكارديان ديال الطوموبيلات اللي كيحضر الطوموبيلات، وهذاك اللي كيفهمتي هذاك ديك القهواجي ولا هذا ولا هذا كيوصلوا كي. ودابا ملي كتشوف انت الوثائق ديال كريس كوليمان كتشوف حتى هذوك ديال الفوق كيوصلوا، النخبه النخبه كتوصل. ايوا هادشي بزاف، هادشي انا كيبان لي انا وليت كنخاف. الواحد اللي ما بغاش يدخل معكم في هذا المعمعة صافي كيولي العدو ديالكم،
هادشي الوثائق ديك كوليمان كيبينوا شي حوايج شي سميات اللي ما خصهمش يكونوا تما ما خصهمش يكون عندهم علاقات مع المخابرات. هذا تقول لي واحد المغربي كيحب بلادو كيبغي بلادو وكيمشي مع المخابرات المغربيه ضد واحد دوله اجنبيه باغي تهاجم المغرب، انا نفهمها تما انا اللي غيجي جي دوله اجنبيه اسبانيا ولا الجزائر تهاجم لك على بلادك، وانت خصهم كلشي خصهم يكونوا موجودين باش يدافعوا على بلادهم. ولكن حنا شنو كنكتشفوا حنا في وثائق كريس كوليمان؟ كنكتشفوا بان هذه النخبه هذه النخبه اللي زعما في حاجه حتى شي حاجه عندها النخبه عايشه مزيانه حاضيه. انا حنايا مغاربه، حنا مغاربه حاضيه صحفيين حاضيه مواطنين اخرين حاضيه ديك وسائل ديال التواصل الاجتماعي حاضيه الحساب ديال بوكر الجامعي وديال علي المرابط وديال هذا وديال هادي وديال هذا وهذا. هادشي انا ما كنفهموش انا علاش انا حاضيني انا المخابرات دابا حاضياني منسقه لي بيغاسوس كتصنت ليا في التليفون ديالي، وانا عندي ادله المخابرات المغربيه كتصنت ليا في التليفون ديالي ودخلت لي كاع في الحسابات ديالي لي زيميل ديالي وحاولت تدخل لي في الحساب ديالي البنكي ثلاثه المرات حاولت تدخل لي في الحساب البنكي ديالي حتى عيط لي من البنكه قال لي بغاو يدخلوا الحساب ديالك حنا ما فهمناش عندك شي فلوس. قلت له خليهم يدخلوا يشوفوا. قال لي هادي بنكة باش حمام هكا جاودي ثلاثه المرات هما كيبغيو يدخلوا ليا في الحساب ديالي علاش ما فهمتش. دونك هادشي اللي وثائق كريس كوليمان خطيره باسكو كتبين ديك النخبه واحد من بارتي ديال النخبه المغربيه فرانكوفونيه ولا كتكلم العربيه خدامه مع المخابرات المغربيه ضدنا حنايا. ماشي نقولكم ضد شي دوله اجنبيه عندها مع المغرب مشكله هذه الواحد يقدر يفهمها، لا 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 ضد حنايا حنا مغاربه مواطنين المغاربه ما متفقينش مع النظام حق ما متفقينش مع النظام. انا ما كنقولش لعب الله نوضوا جو قتلوا ذبحوه لا متفق. انا كنتقد النظام من حقي نتقد النظام ولا لا ولا باش يحقق ينتقم من هذا خصكم تخرجوا واحد البيان تقولوها بحال هذا ديال هذه النقابه هذه اللي هذا المعنى ديال هذا البيان ديال هذه النقابه اللي كيقول لك انا كنمس في رموز البلاد. كتبغي تشوف الميساج اللي كتلونسي للناس كتقول لهم ما عندكمش الحق تنتقدوا انتم هذا الرموز السياسيه ديال البلاد. هذه الميساج ديال النقابه دونك هادشي كتبين هي كتفضح براسها. دونك هاد البرلمان رجعوا لهاد البرلمان عاود البرلمان كل نهار كيسبنا. انا ديك النهار كتبت على دنيا الفيلالي جبدوا لي قال لي انت مغتصب قال لك انت معادل ساميه والنقابه ما خرجت حتى شي باين باش تقول لهم شنو واش عندكم شي ادله شنو هاد الهجمات. انا استغربت بحال كتقول النقابه بزاف ما خرجت حتى شي باين لا على هيسبريس لا على برلمان لا على الاخرين. نهار اللي برلمان خرج ديك الفيديو ديال ناصر الزفزافي عقلته ياك ناصر الزفزافي في الدوله ومشاو كيصوروها في الحبس هذا ديك التامك هذاك التامك متواطئ مع المخابرات المغربيه صوروا السيد في الحبس ياك ودوزوها البرلمان باش تخرج الفيديو ديال ناصر الزفزافي. هذه أخلاقية المهنة حتى هذه. نزيدكم عاود
برلمان برلمان هذه في يناير مراسل جريدة البايز في الرباط ماشي في مدريد ولا في تونس ولا الجزائر مراسل جريدة البايز في الرباط كيكتب على برلمان كيقول برلمان تتمتع بمصادر وعلاقات ممتازة في جهاز الأمن المغربي. شنو هي المعنى ديال هذا الموقع اللي عنده علاقة ممتازة مع جهاز الأمن المغربي؟ أفهموا غاسكم هادشي مكتوب وهو هذا المنبر اللي كتدافع عليها النقابة. هادشي تكتب المغرب جريدة البايس بغيت النهار 9 يناير 2022. علاش ما خرجتيش واحد البيان كتهم البايس كتقول لا كتهجم على هذا المنبر وطني الكتروني وطني كيدافع على المغرب؟ دابا نمشيو للعمق العمق لا قاد فقلك حنا انا قذفت العمق وجرحتو. نمشيو قراو المقالات ديال العمق على محمد حاجي. باش انا كنتكلم على محمد حاجي كان الدوسي ديال محمد حاجي خدمتو انا كنعرفو كنعرف لو مواندر بوتي بوين ديال الدوسي. نمشيو قراو المقالات اللي كتكتب العمق على محمد حاجي وقراو المقال ديال محمد حاجي وقارنوهم قارنوهم ولا المقال ديالي معمر بالاكاذيب والقات والجرح ياك بحال غتقول دابا النقابه بحال غتقول هي باقا ما هضرت على ديك المقال ديال محمد عجيب. ايوا انا كنسول النقابه فين كتثق انت في العمق في ديك المقال ديال العمق ولا كتثق في واحد المقال ديالي على محمد عجيب اللي الامم المتحده شدت ديك المقال ديالي وبعثته للسلطات المغربية. اش كاين الدوسي ديال محمد حاجي تما في الأمم المتحدة على ديك الشيء ديال التعذيب؟ قلت لهم اش كتجاوبوا على هذا المقال؟ الدولة المغربية كانت عندها الفرصة باش تجاوب على المقال ديالي تقول هادو أكاذيب تشهير أنا غنعطيكم الحجة. الدولة المغربية هذا المقال هذا عالي المرابط ماشي صحافي ما والو اللي بغيتو ها لو بوان أن هادشي كذوب هذا جاوبات عملت بحال ما عمرت وصلت ديك المقادير. هادشي مقيد انا كنقول لكم هادشي مقيد انا كيبان ليا العمق وغطوه في هاد القضيه ديال زكريا مومني واش قذف. نقول انا كيفاش العمق غادي يجيها واحد الفيديو كيبان فيه الشيخ ديال الاستعلامات العامه حامد الشنوري الباترون ديال الار جي مع جوج ديال المواطنين. واش بعدا النيابه العامه ولا وكيل الملك رخصوا لهاد الناس اللي سجلوا فواحد البيت ديال واحد الاوتيل؟ واش رخصوا ولا لا؟ واش عطاهم الاذن؟ واش عطاهم شي اذن يبينوا لينا؟ وعلاش ديك الوقت اللي تسجل زكريا مني مع الزوج تاعو ما كان عنده هو حتى شي قضيه اخرى؟ هاد القضيه اللي كانت عنده هو هذيك القضيه باش يتفاهموا معاه ماديا وباغي ديك الناس اللي عذبوا يتحكموا الحق. ما كانت شي حاجه اخرى ما كانت شي تهمه لزكريا مومني في ديك الوقت. انا هادشي اللي كنتسائل النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه واش عادي اللي كنت هي يجي واحد يصوره هو الزوج نتاعو في البيت ويخرجوا الفيديو؟ هذا هو المنبر اللي كتدافع عليه انت؟ هذه هي اخلاقيات المهنه؟ وهي انا عندي الحق غدا باش نصور في البيت الاوتيل ولا في دارو عبد الله البقالي وحنان رحاب؟ هادشي اللي كنفهم انا من ديك الباين. مين جاب العمق ديك الفيديوهات؟ مين جابهم؟ واش هو اللي صور؟ شكون اللي صور هذاك الشيء؟ انا ولا الا كنشوف انا الشيف ديال الاستعلامات العامه حميد الشنوري في ديك الفيديوهات اظن بان لي ار جي الاستعلامات العامه هما اللي صوروا الشيف ديالهم. واش عندهم شي اذن قضائي؟ انا كيبان لي ما عندهمش. بغاو يصوبوه دابا شي واحد يعملو شي فبركة بحال كتقول النقابة يمشيو يفبركو شي واحد دابا سي بوسيبل. الحق في ديك الوقت ما كانش عندهم باسكو ما كان عندهم حتى شي سبة
والسيد كيقول له اجي 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 دخل نتفاهموا. تكلموا دابا على واحد المنبر الكتروني وطني اخر اللي كدافع عليه النقابه هو لو 360. انا كنتسائل والمغاربه كاملين والناس كلشي اللي كيشوفوا هذا الفيديو ديالي كيفاش 360 جاها الخبر بان واحد دبلوماسيه ياك فرنسيه سميتها انيس فيلين خدامه في السفاره ديال فرنسا هي خدامه مع المخابرات الفرنسيه بشي المخابرات المغربيه ما عرفاش. نهار اللي كيمشي شي شخص كيكون خدام في شي مخابرات بحال دابا في المغرب وكيمشي لفرنسا كيمشي اسبانيا باش كيحاميو عليهم كيعطيهم بعدا ديك كيعطيهم باسبور دبلوماسي باش ما يقدروش يحاكموهم ولا شي حاجه وكيعلموا المخابرات ديال ديك البلاد كيقولوا لهم هذا ديالنا كيعلموهم. دونك الفرنسيس كانوا علموا المغاربه ملي بعثوا هاد انيس فيلين باش تخدم في السفاره ديال فرنسا في المغرب قالوا لهم هادي ديالنا هادي ديالنا هادي ديالنا. هما عندهم الناس اللي كيعلموا بهم وعندهم الناس اللي ما كيعلموش بهم هادوك ما كيعرفهم حتى واحد. ولكن في السفاره كانوا عارفين كاملين انيس فيلين خدامه مع المخابرات الفرنسيه. واش نوقع مشاو جابوا ديك محمد شاكر محمد شاكر العلاوي هذاك اللي كان ديك مكتب لايف بي في رباط دابا خدام في 360 عطاوه الخبر خرج هذا الخبر هذا محمد شاكر العلاوي باش يجي صحفي ديال التحقيق. حنا ديك حنا كنشوفوها هو في المظاهرات هذا كيعمل ديك غاديو طواطوار ياك هو كيمشي كيسول هنا ماشي صحفي ديال التحقيق. وكيفاش محمد شاكر العلاوي جاتو هذا الخبر بان ديك السيده ديك الدبلوماسيه خدامه مع المخابرات الفرنسيه؟ هادشي غادي تعاود في ديك الفيديو اللي غنعمل على دنيا الفيلالي باسكو كاين شي حوايج اخرين اللي ما عرفهم حتى واحد ما عارفينهم شي ناس قلال. دونك هذا هي جريدة 360. هذا كتمعني بأن المخابرات المغربية عطات الخبر لـ 360 باش يخرج هاد الخبر باش يضربوا فرنسا. هما جابوها فرنسا ومن بعد دابا نعاود هاد القصة هادي عاود بالتفاصيل. 360 أخلاقية المهنة ياك أخلاقية المهنة النقابة ياك. نهار اللي وقع هذيك المشكل مع أحمد منصور أحمد منصور الصحفي المصري ياك قلت عليه أحمد منصور وشنو كتبت عليه 360؟ أنا كنقول غير أخلاقية المهنة ما كنقولش واش أحمد منصور عنده الحق ولا ما عندوش الحق واش داكشي اللي عمل كان خصو يعمل واش داكشي اللي قال كان خصو يقول. لا انا كنقول اخلاقيه المهنه اخلاقيه المهنه خصها تكون فوق كل واحد. هذا واش شنو كتبت 360 على احمد منصور الزميل تاعك ومي كان النقابه وكتبت عليه غول جنسي احمد منصور الغول الجنسي. قالت عليه احمد المنصور لو جورناليست فالوكرات هي زعما بالترجمه نقدروا نقولوا صحفي مل القضيب منتصب. وهنا كتبوا عليا في 360 مقالات ولكن انا نشدكم غير واحد المثال. قال لك 360 انا مول من الخارج مول من الخارج حق فين مول من الخارج واش من هنا ولا فين اللي كنت في المغرب ولا في اسبانيا ما عرفتش التفاصيل. هذه اخلاقيه المهنة. وفين الادله اللي كتكلموا عليها نتوما النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه فين الادله؟ انا كنهضر على هاد المنابر اللي كتكلموا عليهم نتوما. زيدوا واحد اخر ايوا الدار تكلموا على الدار ديك الموقع اللي كتدافع عليه هاد النقابه. انا بحال الجامع شوف ديك الروبورتاج اللي عملت الجزيره
على بزاف ديال المنابر، واحد منهم هو الدار. شنو كتقول الجزيرة على الدار، هذا المنبر الكتروني وطني اللي كتدافع عليه النقابة الوطنية؟ في هذا السياق لم يتوقف القائمون على شركة دوت ديف الإماراتية عن إعادة إنتاج منصات رقمية وشبكات جديدة لنشر الشائعات والأخبار المضللة. فمن خلال بحوث رقمية مكثفة تبين أن فريق دوت ديف قد استعاد نشاطه باستخدام أسماء مواقع إلكترونية جديدة، واستعان في ذلك بشركات حماية جديدة لإخفاء نشاطه الحالي لتجنب الإيقاف أو الحظر مرة أخرى. مع تتبع نطاق دوت ديف الموقوف، تبين أنه مرتبط بنطاق فرعي نشط، والذي قادنا إلى وجود شركتين إحداهما جديدة واسمها إكس براكيتس، أما الشركة الأخرى فاسمها ديف كيرت، وقد تأسست منذ أغسطس 2017 ولهما نفس عنوان بروتوكول الإنترنت IP. وحالياً تشرف الشركتان على إدارة منصة عرب إنتليجنس تحت الإنشاء وموقع وكالة أنباء الإمارات وام، إضافة إلى سلسلة من المنصات الأخرى ذات التوجه الإماراتي، أبرزها موقع دوت مصر القريب من جهاز المخابرات المصرية، وموقع بلاد النيلين الموجه للسودان، وموقع رؤية الموجه لموريتانيا، وموقع الدار الموجه للمملكة المغربية. أنا اللي فهمت ديك العربية دي اللي على قد حالتها، بأن الدار، هذا المنبر اللي كتدافع عليه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عنده علاقات مع المخابرات. هادشي اللي فهمت، هادشي ما قلتوش أنا، كتقولوا الجزيرة. واش عندها شي أدلة؟ واش هادو هجمات؟ عقلا ما شفت حتى شي استغراب شديد ديال النقابة من اللي خرج هاد الروبورتاج. أنا اللي كنعرف على الدار ديك الشي اللي عندي، ديك الوثائق اللي عندي، الوثائق ديال النيابه ديال دويسبورغ. انا قلت لكم هذا الملف عندي، ما كنهضرش انا تقول لي ادله، لا، الملف عندي، الادله عندي. ديك الفيديوهات اللي كانت كتفبرك، الفبركه اللي كتفبرك الدار، ولا اللي عطاوها لها مفبركين، عطاوها لها اللي دوزاتهم من الدار واللي شداتهم لا دي اس تي المغربيه، وداتهم ديك المخابرات الالمانيه، وحطوا واحد الدعوة ضد محمد حاجيب في دويسبورغ، في مدينة في ساكن فيها. وشنو هي الأجوبة ديال النيابة ديال دويسبورغ؟ هي عندي فبركة. هذه باش أدلة، هذه يعني النيابة ديال دويسبورغ فين بين ساكن فيها حاجب. أو نقول لكم أنا حاجب، أنا كنقول لكم الوقائع اللي كاينين، ماشي كنختار شي حاجة. كاين هاد الوقائع مكتوبين، النيابة الألمانية كيبان لي ما عندها شي تواطؤ مع محمد حاجب، كتقول لك هاد الفيديوهات هادو مفابريكين، مصورين، مقادين، هاد عمل هنا 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 هنا. تقول لي أنا كنعمل الفابريكا. دابا زيدوا على واحد المنبر، عاود واحد المنبر اخر وطني الكتروني اللي ما تكلمتوش عليه، علاش انا ما كنت تكلمت عليه في ديك الفيديو؟ الحق زيدوا عليه حتى هو شوف تيفي، اخلاقيه المهنه شوف تيفي. انا ما عمري شفت النقابه خرجت شي بيان على اخلاقيه المهنه وعلى الفبركه وعلى المخابرات، ما عمرش في حياتي. واش عادي يجي واحد الموقع وطني الكتروني مغربي يخرج واحد الفيديو ديال واحد النقيب سميتو محمد زيان عريان فواحد البيت الاوتيل؟ لا، باش المخابرات هما اللي صوروا استاذ زيان. شكون اللي غيصور استاذ زيان؟ خالتي محجوبه
لا باش هو هادي ضابطة وهيبة خرشاش فهمتي متواطئة مع بنتها وصوروهما محمد زيان واخا كتشوف هاد النكتة بعد ما كيتيق بكم حتى واحد الحق واخا ولكن علاش تخرج هاد الفيديو شفتي بي ما خصهاش تخرج هاد الفيديو كيف تخرج السيد عريان في البيت الأوتيل النقابة ما كتقولش كلمة واحدة كلمة واحدة ما قالتش النقابة مغاربة كاملين شافوا الأستاذ زيان عريان واحد بيد الأوتيل وما وقع والو مش تقول لي داك ندافع على محمد زيان ولا على محمد حاجيب ولا على خليل هاشمي أنا كنجيب لكم وقائع أو ما عندكم سما في الصحافة ديالكم ما قالت والو النقابة سكتت حنان ريحاب ما صوبت لينا حتى شي بيان على هادشي هذا حنان ريحاب المرأة حنان ريحاب اللي زعما كتدافع على النساء وعلى الحقوق ديالهم ما خرجت حتى شي بيان النهار اللي شوف تي في خرجت ديك الشهادة الطبية ديال هاجر غيسوني الزميلة ديال هاجر غيسوني احنا فين احنا الشهادة الطبية ديال واحد الشخص يكون صحفي ولا يكون وزير ولا اللي يكون كتخرج شوف تي في وحنان ريحاب وديك النقابة ديالها لا المرأة حنان ريحاب المناضلة حنان ريحاب تقدمية حنان ريحاب ما قالت والو على هادشي هذا ما تكلمت على هاد الملف هذا كيفاش الشهادة الطبية ديال واحد السيدة ايوا تجيو تعطوني انا الدروس زيد عاود اخلاقيات المهنة الهجمات تصفيات الحسابات شفتي هذه 6 سنين وهي هجمة على الأستاذ المعطي المنجب 6 سنين هما هجمين عليه محسبوش حد المقالات كاينين 6 سنين وفين أخلاقية المهنة فين هي النقابة سكت على هذا الشيء وأنا ولكن خرجتي بيان كيقول اللهم هذا منكر عاود جيبوا لي الله يخليكم نعمل لكم واحد الاعتذار عاود ما كاين مشكل نقابة سكتة علاش حتى واحد ما قال تحرك هذوك اللي كيقول تحرك ضد علي المرابط ما قالش يتحرك ضد شفتي بي. والفيديو ديال سليمان غيسوني اللي كيقولنا عبد الله البقالي كيقولنا هو صاحبه من البلاد ديالو سليمان غيسوني بحال ناصر زفزافي في الحبس في الدولة مكتفاه الدولة والدولة كتمشي كتصور شكون اللي غادي يمشي يلصق واحد الكاميرا في الزنزانة ديال واحد سجين ناصر زفزافي والصحفي سليمان غيسوني احنا شفنا تقرير رسمي ديال فيسبوك ديال 2021 اش كيقول في هذا التقرير انا كده اللي شفتوه ولا ما عرفت كون ما شفتوش كيقول هذا التقرير يقول فيسبوك شدت 385 ياك ديال حسابات وهمية ديال شوف تي في 385 كيعملوا الدعاية نمن الملك وخا تقولوا الملك المغاربة كانوا يخصهم الدعاية الملك المغاربة كانوا يخصهم يقولوا عاش الملك وخا هادشي عادي نورمال انا متفق معكم وخا كلشي خصو يقول بزز منه يا بابا خصو يقول عاش الملك
ولكن علاش عبد اللطيف الحموشي هادشي هادشي في التقرير ديال فيسبوك قال لك حنا شدينا 385 ديال حسابات وهميه ديال شوف تي في ياك كتعلي بالملك واخا وعبد اللطيف الحموشي هذاك اللي كتسميه النقابه الوطنيه رمز من رموز السياسيه ديال البلاد اللي كتقول لنا النقابه هذه المره كتهجم على رموز السياسيه ديال البلاد انا كيبان لي دخلوا حتى عبد اللطيف الحموشي الشف ديال البوليس هو ولا رمز زيد هذاك اسم مستعار ابو وائل غيفي ياك اللي كيعطي شي خبر كيقول لهم هذا غيمشي للحبس هذا 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 غيلصقوا له التهمه التهمه قبل ما القضاء يتكلم بعرف هذا الملف هما المقالات ديال ابو وائل غيفي هما مكتوبين تما النقابه ما كتقولش شكون هادو ابو وائل غيفي ومين جاب هذا الخبر هذا ابو وائل غيفي وعلاش ابو وائل غيفي كيهجم على هاد الصحفيين هاد الزملاء ديالنا هذا في التقرير السنوي ديال هيومان رايت واتش هذا باش دابا حنا خصنا نمشيو نمشي حتى الامريكان حتى هيومان رايت واتش باش يقولوا لنا شي حوايج للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه ما باغيش تقول ايوا تجي النقابة تقول لي انا قذف تجريح فين أدلة هادشي مفبرك هادشي ماشي صحيح هادشي كتقول يومان رايت واتش هادشي كيقولوا فيسبوك 385 ديال حسابات وهمية ديال شوف تي في انتيا سكت عليهم انا في هاد الفيديو ما جبت حتى شي وثيقة سرية ولا تقول لي الأدلة هما عندك في المواقع المغربية ديك المنابر الوطنية المغربية اللي كتدافع عليهم عبد الله البقالي كيدافع على الموقع التليكسبريس عطي السبان ديال التليكسبريس خصكم تشوفوه وكتار مشوف تي في السبان ديال التليكسبريس الموقع ديال التليكسبريس عبد الله البقالي كيدافع عليه وحنا ما خلاوش يدخل صحفي ديال التليكسبريس لا ماب وعبد الله البقالي ديال النقابة عنده حسابات فهمتي وخصو يهجم على لا ماب كيدافع على تيليكسبريس بغيت تعرف السي عبد الله البقالي اش كيكتبو تيليكسبريس هاك اتمنظر مع راسك شوف 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 مزيان بدون تعليق دابا انا عندي واحد الفرصه باش نتكلم على راسي هو نتكلم على نهار اللي خرجت عليا ديك الصفحه الاولى ماروك يبدو ديال السي محمد السلهامي ها هو الخيانه العظمى عليا انا ما عملتيش باين على هادشي راه خصك كتب الماروك يبدو تقول له أدلة أدلة شنو هاد الهجمات وتقول له أنا جاني واحد استغراب شديد الماروك يبدو هادشي اللي كتبتي على المرض الخيانة العظمى الخيانة العظمى الناس كيمشيو عليها الحبس الناس يقدروا يعدموهم فين الأدلة ما قلتي والو عاود أنا كنهضر معاك النقابة ما قلتي والو خرجوا في صحف مغربية واحد القضية ديال حسيت سميتو هشام بوشتي كان في الحبس في المغرب في الحبس وعطى استجواب واحد الأسبوعية وقال لهم هكا قال لهم أنا كنت في المغرب
وهربت في حالي من المغرب، مشيت لإسبانيا وعملت واحد السيتوا مع المرض، السيتوا صغير وهكا، وجابوني المخابرات المغربية ودخلوني من الحدود بلا باسبور بلا والو. هاد السي كيقولوا هشام بوستي في واحد المجلة، في واحد الأسبوعية مغربية، دخلوني الحدود وقالوا لي غنعملوا المرابط وغنتهموه، وعطوني التهم وجابوا له جوج ديال الجرائد. شكون جابوا له؟ ماروكي بدوبل الفرنسية، وشكون الاخر؟ الاحداث المغربية. عملوا معاه استجواب في واحد الاوتيل فخم في الرباط باش يلصقوا لي انا واحد التهم، زعما انا باغي نعمل انقلاب ضد محمد السادس، انا صحفي غادي يعمل انقلاب ضد السادس. وهذا كان كيعاود هذا الشيء فواحد الحبس، علاش استعملوه ضدي؟ ما صدقت لهمش القضية. هشام بوستي وحبسوه، حكموا عليه بعامين الحبس ولا ما عرفش شحال. وهو ملي كان بالحبس قال له كيفاش انا استعملتوني ولحتوني دابا بحال كلينكس، وانا غادي نقول انا شنو وقع. كيعاود واحد القصة، هو في الحبس كيقول له انا داوني البوليس المغربي الفرنسا، شفت واحد البوليس الفرنسي تما في فرنسا، وكنا كنخطو ياك هاك باش نصفيو عليه الرابط، صحيح ولا ماشي صحيح انا ما عارف. هذا كيقول هشام بوستي في واحد السجن المغربي، ما كيقولش من الخارج. بعد النيابه العامه ما قالت والو على هذا الشيء، وهي عند السيد، هذا فهمتي السيد عنده في الحبس نقابة حتى هي ما قالت والو. واش غتكون نقابة؟ ما قالت والو هذا الشيء، قالت والو. واخا عبد الله البقالي غادي يقولنا انا في ديك الوقت ما كنتش نقيب الصحفيين، ولكن انت كنت الثاني ديال نقيب الصحفيين السي عبد الله، واخا كنت عندك مسؤوليه، ولكن واخا دابا انت نقيب ديال الصحفيين ياك، عطينا الراي ديالك السي نقيب ديال الصحفيين. نهار اللي هادي واحد نقول لك هادي واحد 4 شهور ولا 5 شهور، واحد الاسبوعيه مغربيه، المقر ديالها بغات المقر ديال النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه، خرجت واحد الصفحة الأولانية واحد الصورة ديالي وشي ناس أخرين ياك، وكتهددني بالقتل. هذه أسبوعية مغربية، هذه خدامين فيها ديك الصحفيين والصحفيات اللي كتدافع عليهم أنت، ماشي هذوك الآخرين ديك المزيانين هكذا، لا وحدين آخرين. وعطينا الرأي ديالك السي عبد الله، علاش ما خرجتيش واحد البيان كتقول كيفاش كيهدوا الصحفي بالقتل؟ انا وحدين اخرين بحق انا كيهدوني بالقتل انا يا لا، وما كاينش حنان رحابي، وما كاينش شي بيان، ماشي تضامني، تضامني انتما ما كتضامنوش معايا، ما عمركمش كتضامنوا معايا، ولكن شي بيان ديال السنكار. اولا نهار اللي برلمان اللي كتدافع عليه انتيا، البرلمان كتب قال لك انا قوات ديال الجزائر حاشا السامعين، ما قلتي والو، انا قلت شي واحد قوات لشي صحفي ولا ديك الصحفيات اللي كتدافع عليهم انت، اللي كتقول انت كتدافع عليها، كتقول انت كتمثلهم، انت ما كتمثل والو. انا هددت شي واحد بالقتل، ايوا كتقول ادله، واجيب الادله ديال القذف انا اللي ارتكبت انا، جيبها وانا كنعطيك الادله ديال الناس الاخرين اللي كتدافع عليا انت. هادي عندك انا كنعطيهم لك، وما كنجيب لكش ديك الوثائق السريه، كنجيب لك اللي كاين في الصحافه المغربيه. والنهار اللي وزير الاتصال الصديق ديالكم محمد نبيل بن عبد الله الحاج نبيل، غادي يشد قال لك واحد الدوسي مشان واحد التلفازه فرنسيه، انا في الحبس ما قدرتش ندافع على راسي في 2003، قال لك عنده واحد الدوسي ياك مشى لواحد التلفازه فرنسيه، ديك التلفازه اللي مصاحبين معاهم النظام، وداز في التلفازه بالليل كيتصنتوا الفرنسيين كاملين، قال لهم هذا على المرابط اللي عندنا حنا في الحبس. هذا حمق السيد، هذا حمق، عندنا الملف ديالو هو حمق، هذا كي قال لي باقي الناس عاقلين، ماشي الجيل الجديد، الجيل الجديد ما كيعقلش هذا الشيء. في 2003 وزير الاتصال وناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مشى لواحد التلفازة فرنسية مغتمعة، دابا عارفينها مع النظام المغربي، كيعطيهم ديك السفارات في مراكش كيمشيو كيعملوا ديك الشيء المشبوه، عملت
النقابة باش يبين على هذا الشيء. انا ما كنعرف القانون المغربي نعرفوش مزيان بحال اللي كيبان لي شي واحد يتهم ولا شي واحد حمق ياك هذا كيعاقب عليه القانون ياك ولا لا. انتوما سكتوا كنتوا مغطين في هذا الشيء لا وجعمتوا ديك البيان كتقولوا النبي عبد الله انت غادي غنعاود انا بالفيديو ان شاء الله غادي يجي غنعاود كيفاش الحاج نبيل مشى لباريس كل اللي قال يمشي معاه من تلاقى والفيديو باش يقولوا هاد عالي المغرب حمق وشنو هاد الدوسي ومين جابوا هاد الدوسي وكيفاش فبركوا هاد الدوسي وكيفاش لا لا وكيفاش معناوه هما هاد الدوسي هذا كيفاش قلبوه. هذا اللي كنسميو حنا تحقيق صحفي وكان متحقق صحفي على راسي. ديك الساعات غنجيب لك الادله وديك الساعات نشوف واش غتعمل انت شي باين كيباين بحال هذاك اللي صوبت حنان ريحاب. انا كنعرف البقري ما كيعملوا والو مسيكين هذاك هو غير كيعطي الاوكي ديالو اللي كتصوب هاد اش كيسميوها هاد البيانات هي حنان ريحاب. عاود مارسيزم بقى نتكلم غير على راسي بقى نتكلم على الاخرين. النقابه خرجت شي بيان اللي وزير الداخليه ديال المغرب وزير الداخليه ديال المغرب في عهد محمد السادس في عهد محمد السادس احمد الميداوي وزير الداخليه ديال المغرب احمد الميداوي هدد ابو بكر الجمعي مدير لو جورنال مدير الصحيفه قال له غادي نخلي ضربك والنقابه وشي ناس قال لك لا لا مسكين ما ديوهاش عليه فيه السكر ودخل السكر هادشي النقابه خاصها تخرج واحد البيان على هادشي هذا ما خرجتوش. هو السي الميداوي هو يسخن واش فهمتي بدا كي هذا هو يقول واحد القضيه قال كيهضر معايا كيقول لي اولدي ولكن ماشي شوف انا راني زعما راني تربيت في المغرب زعما راني كبرت في حي شعبيه وماشي وغير شعبيه ومتوسطه اش فهمتي دونك كنعرف انا بنادم اللي كيقول لك اولدي بصفتي ابويه حقيقيه تحترمها انا واخا تكون عندي 90 عام ولا واحد عنده 92 عام اولدي تقبلها منه واش فهمتي بون كنبالغ ولكن تتقبلها لان بنادم كبير من داك كيقول لك اولدي تتقبلها منه هاتي في الثقافه ديالنا ما كاين حتى شي مشكل ولكن بنادم اللي كيقول لك اولدي بالسلطويه هذيك هضره اخرى واش فهمتي دير لي داك اولدي ديال انا ماشي انا كبير منك في السن ديال انا قوى منك وانا عندي السلطه عليك وهذيك انا ما قبلتهاش بقى كيقول لي اولدي هادي اولدي غادي نمنعكم اولدي واحد الوقيته وانا نقاطعه قلت له السمي داوي الله يخليك في هذا الاطار هذا انت وزير الداخليه وانا صحفي انا ماشي ولدك وانت ماشي بو خلينا في هذا الاطار هي هذيك فاش قال لي راك عارف قال لي كنتي ولدي نخلي ضربك وجاوبتو قلت ليه كون تخلي ضربو ينعاودك وصدقنا تما فين صدقنا داكشي ولا منحط وانا صراحه الجواب اللي درت ندمت عليه لان ما كانش خصني نجاوبو هذاك الجواب واستسمح وما كانش خصني نجاوبو هذاك الجواب المهم ولكن زعما نزلنا لواحد المستوى لواحد سميتو وكان جالس حدايا سميتو كان جالس باقي نعقل هذه مضحكه كان جالس حدايا فيصل العريشي شد فراسو دارها من واش نتكلموا على منابر اخرى نعاودوا نتكلموا على خليل هاشمي الادريسي اللي عنده معكم مشكله واحد الصحفي اسباني الصحفي الوحيد الاسباني اللي الملك محمد السادس عطاه شي جواب هو انغناسيو سيمبريرو ياك انغناسيو سيمبريرو كانوا سبوه في ديك جريده اوجوردي الماروك ديال خليل هاشمي الادريسي ودعاهم في اسبانيا وقال المغرب ديال العهد الجديد ديال محمد السادس غندعيهم انا في المغرب في الدار البيضاء دعا خليل هاشمي الادريسي في الدار البيضاء خليل هاشمي الادريسي محسوب عند فؤاد علي بيما ايوا مشاو محكمة إغناسيو سيمبريرو صم في المحكمة خليل هاشمي في المحكمة بصوا هادي قذف سب القذف شنو وقع سميرة سيطايل بعثت للمحكمة واحد الكاميرا واحد ليكيب واحد الكاميرا باش يسجلوا سجلوا ديك المحاكمة عادي ولكن انا ما عمريش شفت في المغرب كيفاش الكاميرا والصحافي
التكنيسيان دفعوا الباب ديال المحكمه ودخلوا كيصوروا خليل الهاشمي وكيصوروا إغناسيو سيمبو وكيصوروا القاضي دفعوا دخلوا هكا هكا الكاميرا ديال مبعوثة من عند سميرة السطايل ديال دوزام دخلت المحكمه وكتصور إغناسيو سيمبريرو خليل الهاشمي والقاضي. ديك القاضي مدهشر هكا ميقدع من والو القاضي مدهشر هكا هكا عملتو نتوما شي بيان نتوما اللي كتقولوا كتحترموا القضاء عملتو شي بيان على هادشي ما عملتو والو ديك الوقت دابا يوقع دابا مع خليل الهاشمي باش غير بيان واحد غتعملوا 70 ديال البيانات قلت شي حاجه نهار لي دوزيام ديال سميرة السطايل دوزو في التلفازه بان لو جورنال نشروا ديك الرسوم ديال الرسول هادي شنو هاديك معنى باش كتقول دوزيام في التلفازه جورنال تيليفيزي لو جورنال خرج ديك الرسوم ديال الرسول هي زعما كتقول الناس مشيو قتلوهم حوهم وحنا في دولة إسلامية حنا ماشي في الدنمارك حنا ماشي في فرنسا هانتوما شفتو في فرنسا شنو وقع مشاو قتلو هادوك ديك الرسامة ديال شارلي يودو هادي التلفازة المغربية ديال الدولة المغربية كتقول المغاربة كتكذب على المغاربة كتقول لهم لو جورنال خرج ديك الرسوم ديال الرسول هي مشاو قتلوه مشاو ذبحوهم هما ما قلتو والو ما عطيتو والو على هادشي والنهار اللي عملوا واحد المظاهره كيكذبوا على الجورنال كيقولوا لهم خرجتوا ديك الرسوم ديال الرسول وجاو فورغونيطات وجاو الكاميوات السلطات المغربيه بعثت الكاميوات والكيران معمرين بالناس باش كيجيو كيسبوا الجورنال قلتوا شي حاجه نتوما على هادشي هذا والجورنال ما خرجش الرسوم ديال الرسول ما في الأدلة أو لكن خرج الرسول ديال الرسول في البلاد في المغرب كانوا حاكموها وهذه التلفازة ديال الدولة هذه الوزارة الداخلية المخابرات المغربية باغيين يضربوا لو جورنال وانتم سكتوا عليها كما سكتوا على عبد الرحمن اليوسفي الزميل ديالكم عبد الرحمن اليوسفي اللي كان مدير ديال الاتحاد الشراكي كان وزير الأول ومدير ديال الاتحاد الشراكي الحزب الاشتراكي ديال الثانية ديال النقابة ديال حنان ريحب ما قلتوش على هادشي هذا ما قلتوش نهار اللي كتب محمد بوبكري واحد المسؤولين الحزب على لو جورنال عقلتو ولا ما عقلتوش راه كاين واحد قلت الحياة بحق حنا نخرجوها قال لك صحفي لو جورنال دخلوا خيمة البوليساريو وافتضت بكرتهم ومحمد القحص الصحفي محمد القحص اللي كتب على الصحفيين ديال الجورنال كتب صحفيو لو جورنال اولاد ديال ثلاثة نقاط وكمل اولاد هادشي تكتب في الاتحاد الشراكي اللي كنخدم فيه النقيب ديال الصحفيين يونس مجاهد مع هادشي اللي ما خرجوا حتى شي بيان ديال الوقت دابا انا هاد النقابه اللي كتعطيني دابا الدروس الاخلاقيه ديال المهنه انا كنصحها كنقول لها الاخلاقيات المهنه وهاد الكلمات اللي كتستعمل اطبقهم على راسك عاد جيت تقوم عليا انا وقبل ما تجي تقوم عليا انا تقوم على هاد الصحف هادي اللي كيكتبوا على هاد الناس هاد بغيتي الادله بغيت تشوف شنو هما الهجمات بغيت تشوف الحسابات بين المخابرات المغربية وهاد الناس اللي كيضايقوها غتمنظر مع راسك السي عبد الله البقالي الشريفة حنان ريحب غتمنظر مع راسك قراو شنو كيكتبوا على دنيا الفلالي شوفوا شنو كيكتبوا شوفوا قراو هادشي هذا في الصحف ديالكم عندكم سما في المغرب تمنظروا تبرعوا مع راسكم شوفوا شنو كيكتبوا على
توفيق بوعشرين الزميل ديالكم توفيق بوعشرين ولا لا؟ شوف شنو كيقول على توفيق بوعشرين، على العائلة ديالو ما هنوش كاع، حتى العائلة ديالو ما هنوهاش. شوفوا شوفوا شنو كيعملوا. شوف هذه صحافة، هذه أخلاقيات المهنة. شوفوا شوفوا شنو كيكتبوا على عفاف البغناني، هذه عاود زميلة ديالكم هذه ولا لا؟ عفاف البغناني زميلة تاعكم، شوفوا شنو كيكتبوا عليها، شوفوا شنو كيكتبوا عليها، وغصوم اللي كيعملوا على المعطي منجيب، معطي منجيب، معطي من الأستاذ المحترم المعطي منجيب، هجموا حتى على العائلة ديالو، كيعملوا رسوم، كيهجموا على مراته وعلى ولاده. هذا كان واحد الجواب ديال على النقابة. الفيديو الجاي غادي يكون إن شاء الله على السي حميد الشنوي، ما تقولوش على القاذف وتعيقة، القاذف فهمتي أدلة على السي حميد الشنوي. أنا كنعاود قصة حياتي، وما عنديش الحق نعاود قصة حياتي، ما عنديش الحق نعاود العلاقة اللي عندي مع السي حميد الشنوي في الدار البيضاء وفي تطوان، ما عنديش الحق. الحق الفيديو اللي غادي اللي غيضايق الناس على هادشي اللي جا هاد البيان ديال النقابة، هو على دنيا الفيلالي والزوج نتاعو. مع السلامة، شكرا، إلى اللقاء.